الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن إجراء انتخابات الرئاسة داخل مصر في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر، وإعلان النتيجة النهائية في موعد أقصاه 16 يناير. الرئيس السيسي يبحث مع رئيس البنك الآسيوي للاستثمار جهود إصلاح منظومة التمويل الدولية. واشنطن تقول إنها ستدرس الخطوات المقبلة بعد الإعلان الفرنسي عن الانسحاب من النيجر، وتؤكد دعمها للحل الدبلوماسي. أهلا بكم في هذه النشرة من قناة النيل من القاهرة. أعلن المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات فتح باب الترشح لفترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات. جاء ذلك في مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل العملية الانتخابية الرئاسية المصرية. وها نحن نستعد للانتقال إلى فترة رئاسية جديدة يختار فيها الشعب بكامل إرادته من يحمل راية مصرنا الغالية ويقود مسيرتها. بعد جهد استمر أشهرا طويلة إخلاصا لأمانة الوطن وإيمانا بالعدالة والمساواة أمام الدستور، تتشرف الهيئة الوطنية للانتخابات أن تعلن اليوم فتح باب الترشح لفترة رئاسية جديدة قوامها 6 سنوات، وفقا للإجراءات والشروط التي يحددها قرار الهيئة، انطلاقا من مواد الدستور والقانون التي تنظم هذه العملية وتضمن نزاهتها. كما أكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد 1 و 2 و 3 ديسمبر القادم، وداخل مصر أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 10 و 11 و 12 ديسمبر القادم. تجرى عملية الانتخاب المشار إليها في المادة السابقة وفقا للمواعيد الآتية: خارج جمهورية مصر العربية أيام الجمعة والسبت والأحد 1 و 2 و 3 ديسمبر 2023، داخل جمهورية مصر العربية أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 10 و 11 و 12 ديسمبر، وفي حالة الإعادة تجرى عملية الانتخاب خارج الجمهورية أيام الجمعة والسبت والأحد 5 و 6 و 7 يناير 2024، داخل جمهورية مصر العربية أيام الاثنين والثلاث والأربع 8 و 9 و 10 يناير 2024. كما أشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أن إعلان النتيجة النهائية للجولة الأولى سيكون يوم 18 ديسمبر. الانتخاب بالداخل من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساء خلال أيام 10 و 11 و 12 ديسمبر. انتهاء عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وكل ما يتعلق بعملية الاقتراع وإعلان الحصر العددي يوم 13 ديسمبر. تلقي الهيئة الطعون في قرارات اللجان العامة يوم 14 ديسمبر. البت في الطعون المقدمة في قرارات اللجان العامة خلال يومي 15 و16 ديسمبر. إعلان النتيجة النهائية ونشرها بالجريدة الرسمية يوم 18 ديسمبر 2023. أوضح أيضا أن إعلان نتيجة الانتخابات النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية سيكون في موعد أقصاه 16 يناير القادم. خاب الإعادة في الداخل من 9 صباحا
وحتى الساعة 9 مساء أيام 8 و9 و10 من يناير. انتهاء عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وكل ما يتعلق بعملية الاقتراع وإعلان الحصر العددي للأصوات يوم 11 يناير 24. تلقي الهيئة للطعون في قرارات اللجان العامة يوم 12 يناير 24. البت في الطعون المقدمة في قرارات اللجان العامة خلال يومي 13 و14 يناير. إعلان نتيجة الانتخابات النهائية ونشرها بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه 16 يناير، وبالتالي فإن كل الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية ستنتهي قبل 17 يناير 2024 وهو التاريخ المقرر لنهاية الإشراف القضائي وفقا للدستور. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدير مصر للعلاقات المتميزة مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، خاصة في ضوء الدور المهم الذي لعبه في السنوات الماضية كشريك لمصر في عملية التنمية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة شرم الشيخ السيد جين لي تشون رئيس مجلس إدارة البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وذلك على هامش اجتماعات مجلس محافظي البنك المنعقدة في مصر. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن السيد الرئيس أكد تقدير مصر للعلاقات المتميزة مع البنك الأسيوي، خاصة في ضوء الدور المهم الذي قام به خلال السنوات الماضية كشريك لمصر في العملية التنموية، وهو ما انعكس في استضافة مصر للمرة الأولى لاجتماعات مجلس المحافظين للبنك، معربا عن التطلع لاستكشاف مزيد من مجالات التعاون مع البنك، خاصة في مجالات النقل والطاقة النظيفة ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر. من جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة البنك الأسيوي عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس، موجها الشكر لمصر على الاستضافة الناجحة لاجتماعات مجلس محافظي البنك والتي تتم للمرة الأولى في أفريقيا، مؤكدا اعتزاز البنك بعلاقات التعاون الوطيدة مع مصر ومؤسساتها المالية المختلفة، ومشيدا بالتجربة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، ومن ثم حرص البنك الأسيوي على مواصلة تعزيز المحفظة الاستثمارية في مصر، خاصة فيما يتعلق بتمويل مشروعات البنية التحتية في مختلف القطاعات الحيوية. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد مناقشة الجهود الجارية لإصلاح منظومة التمويل الدولية ودور البنوك التنموية متعددة الأطراف في تعزيز قدرة الدول النامية على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. أيضا أكد الرئيس السيسي أن مصر حققت إنجازا كبيرا بالنسبة للمدى الزمني لتنفيذ مشروعات البنية التحتية وإنشاء قطاع متطور من البنية التحتية خلال 8 سنوات. احنا عملنا كدولة خلال 8 سنوات اللي فاتوا بكل ما أتينا من قوة حتى يعني الفجوة دي تنتهي تماما وتبقى في بنية أساسية متطورة للدولة في كافة المجالات، خاصة إن اللي أنا بقول عليه الفجوة اللي بقول عليها ما كانتش في قطاع دون آخر، لا كانت في كل القطاعات اللي موجودة. لو كلمنا على قطاع الطاقة كان في فجوة كبيرة، لو كلمنا على قطاع النقل في فجوة كبيرة، لو فبالتالي الجهد اللي اتبذل من الدولة والتمويل اللي الدولة قدمته خلال 7 سنين اللي فاتوا اللي كان في جزء كبير منه تم يعني الاستدانة بيه عشان نصل الى ان احنا ما نخشش في يعني اشكاليات
الوصول للهدف في ان الدولة تبقى قادرة ببنية اساسية على انها تتقدم، سواء للقطاع الخاص المصري اللي هو مقدر واللي احنا حريصين جدا جدا، وده مش كلام بنقوله هنا في المؤتمر فقط، لا ده احنا انا هقول ايه الاجراءات اللي احنا حريصين ان احنا نعملها خلال السنوات الاخيرة فقط عشان نشجع القطاع الخاص فيه. لكن ارجع اقول تاني، احنا تجربتنا ان احنا انفقنا اموال هائلة لبناء بنية اساسية متطورة للدولة تستطيع من خلالها ان تتقدم الى افاق ضخمة جدا من التنمية في المجالات المختلفة. نظمت القوات المسلحة زيارة لوفد من جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وعدد من السفراء الأفارقة إلى المكتب الاستشاري للكلية الفنية العسكرية. وألقى اللواء الدكتور إسماعيل كمال مدير الكلية الفنية العسكرية كلمة نقل خلالها تحيات الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة. كما ألقى دكتور يسر الشرقاوي رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة كلمة أشار فيها إلى تقدير لما تقوم به القوات المسلحة من جهود في مختلف المجالات. نظمت وزارة الداخلية المؤتمر التاسع للمسؤولين عن حقوق الإنسان بوزارة الداخلية العربية للعام الثاني على التوالي، وذلك بالتنسيق مع المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلامية وحقوق الإنسان التابع لمجلس وزراء الداخلية العرب. للعام الثاني على التوالي استضافت مصر المؤتمر التاسع للمسؤولين عن حقوق الإنسان بوزارة الداخلية العربية بمشاركة عربية موسعة، وسبقه ورشة عمل حول الانعكاسات السلبية للتفكك الأسري على الجوانب الأمنية، والتي شهدت تأكيدا على أهمية تفعيل دور أجهزة الشرطة في تقديم الدعم النفسي والمجتمعي للمتأثرين بالتفكك الأسري وصقل مهارات الكوادر الشرطية للتعامل مع هذه القضايا باحترافية مع تكثيف البرامج التوعوية. احنا نشيد كل التجارب خاصة التجربة المصرية في تطوير كثير من المبادرات التي حرصت عليها الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. تقدم إلى مصر بخالص الشكر والتقدير على تشريفنا بأن تستضيفنا للمرة الثانية وعلى التوالي في هذا المؤتمر، وهي أيضا ينم على الاهتمام البالغ الذي توليه مصر لحقوق الإنسان، وهناك اهتمام كبير في هذه في تطوير هذه الحقوق. أتوجه في الشكر الجزير إلى مقام وزارة الداخلية في جمهورية مصر العربية وعلى كل من ساهم في إعداد وتنظيم ورشة اليوم اللي هي عن الانعكاسات السلبية للتفكك الأسري على الجوانب الأمنية. موضوع يقع في صميم انشغالات الأجهزة الأمنية، ومن هنا يزداد اهتمام الأجهزة الأمنية بالوقوف على أسباب التفكك الأسري وتداعياته الأمنية ومواجهة الأسرار المترتبة عليه. المؤتمر الذي تنظمه وزارة الداخلية بالتنسيق مع المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان التابع للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب استعرض التجارب الوطنية في مجال حقوق الإنسان، ومنها التجربة المصرية التي لاقت إشادة كبيرة من الوفود المشاركة لمراعاتها الأبعاد الإنسانية في الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين والمبادرات الإنسانية ومنظومة الإصلاح والتأهيل، كما أشاد الحضور بتنظيم المؤتمر. طرفين اتفقوا انهم يلتقوا بصفة دورية لمناقشة التحديات وتلمس السبل للتقدم الى الامام بمنظومة حقوق الانسان في العالم العربي. هذا المؤتمر هو حلقة جديدة في اطار التعاون من اجل تدعيم وتعزيز حقوق الانسان، وخاصة في الجانبين، جانب المكلفين بانفاذ القانون وزارة الداخلية وبقية المتداخلين من مؤسسات تعمل في مجال حقوق الإنسان. أشكر وزارة الداخلية في جمهورية مصر العربية على حسن الاستقبال وحسن التنظيم
ونتأمل أن تخرج هذه الورشة بتوصيات تكون فائدة للدول وتعمم على جميع الدول الاستفادة منها في عملها الأمني. الفعاليات تضمنت عقد مؤتمر مشترك لمسؤولي حقوق الإنسان بوزارة الداخلية العربية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية للوصول إلى استراتيجية عربية لتعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني. طبعا احنا بنعرف انه مسألة حقوق الإنسان هي بحاجة لتضافر كل الجهود، إن كان على المستوى الوطني أو على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي، والشبكة العربية بالتعاون مع وزراء الداخلية العرب عم بتحاول مشكورة أن تقوم بهالدور على أتم وجه. اللي تنشوف فيه هو ورش مهم جدا، خاصة وأن إصلاح المجتمع هو يبتدئ من سلامة الأسرة. بالتأكيد نقل الخبرات والتجارب الدول المختلفة في هذا الجانب ستعود بالنفع على الجميع، سنستفيد من تلك الخبرات في تعميمها على مكاتبنا في حقوق الإنسان في وزارة الداخلية. على هامش المؤتمر نظمت زيارة للوفود المشاركة فيه لمركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان، حيث طلعت الوفود على مكونات المركز الصحية والتأهيلية والإصلاحية وسط إشادة كبيرة بهذه التجربة ورغبة في الاستفادة منها. يعني شفنا الإصلاح والتأهيل الحقيقي لما تتوفر الإمكانيات هذه بالمباني هذه، ففعلا النتيجة راح تصير جبارة. هذا اللي راح إن شاء الله ننقل صورته لدولة الكويت، وهذه تجربة نقول يعني بكل وضوح أنها تستحق الأخذ بها وتعميمها على مستوى الوطن العربي. انبهرنا بالإمكانيات والتقسيمات اللي موجودة جوا المركز، نتأمل في المستقبل أن يتم مشاطرة هذا التجربة مع باقي الدول العربية ليكون كاسترشاد نموذجي لباقي الدول. وأنا أرى أن هذا الصرح يعتذى به على مستوى العالم لكي نوصل رسائلنا لجميع المؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة العربية للتواصل مع حكومات دولهم لعمل مركز إصلاح وتأهيل على هذا المستوى الرائع. منتجات النزلاء هي منتجات أول شيء هي يعني لمسنا فيها جودة عالية، لمسنا فيها تنوع، والأجمل من ذلك أنه النزلاء اللي سألناهم جميعهم هذه المهن تلقوها داخل المركز، فبالتالي هذا أيضا يعني يحسب لمسألة إعادة التأهيل. انعقاد المؤتمر التاسع للمسؤولين عن حقوق الإنسان بوزارة الداخلية العربية جاء تأكيدا على الريادة المصرية في تطبيق المفهوم الإنساني في العمل الأمني وفرصة لتبادل الخبرات الوطنية في هذا المجال تفعيلا للعمل الأمني العربي المشترك. تقوم وزارة الداخلية بتطبيق المنظومة العقابية في مراكز الإصلاح والتأهيل، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، ويسهم في تأهيل وإصلاح النزلاء ليصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع بعد قضائهم فترة العقوبة. من مركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان، عبد الله بركات، التلفزيون المصري. قصفت طائرة حربية إسرائيلية موقعين في شرق مدينة غزة. من جانبها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن متظاهرين أصيبا برصاص إسرائيلي خلال مواجهات بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الاحتلال على جانبي السياج الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة، احتجاجا على الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع. قال ماثيو ميلر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن قرار فرنسا سحب قواتها من النيجر في أعقاب أحداث يوليو لا يغير الموقف الأمريكي في النيجر. مراجعة الخيارات والتعاطي مع سلطة الأمر الواقع في النيجر، يبدو أنه بات الخيار الأفضل أمام الولايات المتحدة وفرنسا بعد شهرين من الانقلاب العسكري، وبعد تراجع فرنسا عن موقفها الرافض للانسحاب من النيجر، أعلنت واشنطن
أنها ستقيم خياراتها المختلفة بشأن مستقبل وجودها العسكري في النيجر. وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال زيارته إلى كينيا قال إن بلاده ستقيم خطواتها المستقبلية بشأن النيجر مع إعطاء الأولوية للأهداف الدبلوماسية والأمنية. وتنشر الولايات المتحدة نحو 1100 جندي في النيجر لمحاربة الجماعات المتطرفة في المنطقة. كانت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون قد أعلنت في 7 سبتمبر إعادة تمركز قوتها كإجراء احترازي عبر نقل بعض الجنود من قاعدة في العاصمة نيامي إلى قاعدة جوية شمال البلاد. الكشف عن ملامح الموقف الأمريكي يأتي بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سحب سفير بلاده من النيجر قائلا إن التعاون العسكري مع النيجر قد انتهى وأن القوات الفرنسية ستنسحب بشكل كامل بحلول نهاية العام. كانت فرنسا تحتفظ بنحو 1500 جندي في النيجر في إطار انتشارها لمكافحة الجماعات المتطرفة في منطقة الساحل، إلا أن الصدام في الأسابيع الأخيرة مع باريس وسلطة المجلس العسكري في النيجر قد دفع فرنسا للخروج سياسيا وعسكريا من البلاد، كما حدث بشكل مماثل في مالي وبوركينا فاسو بعدما أجبرت القوات الفرنسية على الانسحاب منهما. انسحابات فرنسا المتتالية وصفها مراقبون بالفشل الكبير لسياسة الرئيس ماكرون في منطقة الساحل، وأنها شاهد على تراجع نفوذ فرنسا بالمنطقة. إلى نهاية هذه النشرة بتذكير بالعناوين. الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن إجراء انتخابات الرئاسة داخل مصر في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر وإعلان النتيجة النهائية في موعد أقصاه 16 يناير. الرئيس السيسي يبحث مع رئيس البنك الآسيوي للاستثمار جهود إصلاح منظومة التمويل الدولية. واشنطن تقول إنها ستدرس الخطوات المقبلة بعد الإعلان الفرنسي عن الانسحاب من النيجر وتؤكد دعمها للحل الدبلوماسي. نهاية هذه النشرة والمزيد من الأخبار في موقعنا على الإنترنت nile.eg. شكرا لكم وإلى اللقاء.